محافظ صلاح الدين يؤكد متابعته الميدانية المباشرة لتنفيذ المشاريع ويمنح الأسبقية المطلقة لخدمة المواطنين برفض التقاعس الإداري. رفض سياسي وشعبي في صلاح الدين للعمل ببطاقة الوقود، ودعوات لوقف شحنات تهريب النفط بدلا من محاصرة لقمة عيش الفقراء. صفحة جديدة من العلاقات بين واشنطن وبغداد، وسجال سياسي قد يغير موازين القوى في رئاسة البرلمان بعد انشقاقات السيادة. وبرزاني يرفض أي مبرر لتأجيل انتخابات برلمان كردستان، والمالية تنفي أي تغيير على توقيتات صرف رواتب الموظفين.